نحن طلعنا من طرابلس تقريبا يوم السبت الماضي، وتوجهنا باتجاه إيطاليا. عطل معنا المركب تقريبا بعد قبرص نواحي أنطاليا التركية، حاولنا نصلح فيه فما تصلح معنا، وطلبنا النجدة لأنه كان في أشخاص مرضانين على المركب من نسوان وأطفال، والأكل كان رح يخلص يعني. كان صيرنا تقريبا حوالي 3 أيام بالبحر. اليوم الرابع تعطل معنا المركب. اليوم اللي بعده ضلينا بالبحر واقفين عم نستنى يعني إنه شيء أنقذنا أو شيء. حاولنا نتواصل، كان في جهاز سورية معنا، حاولنا نتواصل، تواصلنا مع شخص بإيطاليا هي بتشتغل بالمنظمة هي، فحاولت تتواصل مع السلطات القبرصية والتركية واليونانية، والأقرب إلى إلنا يعني تيجي تنقذنا. فإجت علينا باخرة تجارية مثل ما تفضلت وأنقذتنا، طلعتنا على الباخرة. حاولنا إنه ما ننزل عن الباخرة لأنه نحن مجهتنا بنومنا تركية، ونحن ما نحبين كنا نفوت على تركيا. طبعا هني نحن بنشكرهم للشعب التركي إنه أنقذنا من الموت، يعني إنه طلعوا علينا وأنقذونا، وبنشكرهم كثير إنه استضافونا عندهم بأراضيهم. ونحن هلا موجودين بمخيم كيلس تقريبا يعني شي 10 أشخاص، في عائلة 3 عائلات معنا، ومعنا أطفال، في أشخاص حالتهم سيئة ما بيقدروا يرجعوا، طبعا مستحيل يرجعوا على سوريا لأنه بتعرف شو الوضع عنا بسوريا، ما بنحسن نرجع على سوريا. نحن بنحاول نكفي على أوروبا أو أضعف الإيمان إنه طلعونا من هالسجن اللي عايشين فيه هون. بالبداية لما طلعنا ما كنا نقدر نحصل عدد لأنه في تحركات على المركب. استنتجنا لما نزلنا على الباخرة انه نحن عددنا 310 اشخاص، بيناتهم تقريبا شيء 50 ولد و50 مرأة والباقي كله شباب، وفي كمان مسنين معنا. انصدمنا نحن بالواقع اللي عم يصير انه نحن 310 اشخاص على المركب. كان المركب تقريبا طوله شيء 24 متر، وكل شخص دافع حوالي من 7000 ل 8500 دولار. طبعا هذا المبلغ اللي دافعه هذا الشخص، دافعه اكيد يعني دم قلبه بايع، شيء اللي بايع بيته وشيء اللي بايع سيارته وشيء مدينه دين لحتى غادر يهاجر من الوضع المأساوي اللي عايشينه نحن كنا بلبنان وبسوريا. لا نحن ما كنا عارفين انه رايحين على تركيا، نحن على اساس انه اخذنا على رودوس، على رودوس تقريبا اخذنا على اساس انه على جزيرة اليونان القبرصية على رودوس. بنفاجئ بنكتشف انه نحن رايحين على انطاليا، فمنحاول انه ما ننزل مع الباخره. السلطات التركيه طبعا قالت لنا انه انتم عم تعطلوا سير المركبه، وفي الفيول وفي الوقود اللي عم تستخدموا هالمركبه انتم عم تعطلوها، وفيها مساءلات قانونيه انه انتم تضلوا على المركب، فلازم تنزلوا انتم وبعدين بنقرر مصيركم، بتقرر مصيركم الامم. قلنا له نحن ما بدنا نقعد هون بتركيا، ما بدنا ننزل على تركيا، نحن بدنا نكفي طريقنا هناك، اذا بتحاولوا تساعدونا ساعدونا، ما بتحاولوا تساعدونا نحن باقيين على الباخره. صار في شويه ضغوطات علينا انه ننزل. نزلنا وفي قسم كان منا لبناني وفي منا قسم سوري. اللبنانيين أخذوهن على محل ونحن أخذوهن على محل. السوريين أغلبيتهم ترحلوا على سوريا طوعا وغير طوعا، يعني في كان أسلوب شوية عنف إنه يرجعون على سوريا. نحن بالنسبة لي أنا ما فيني أرجع على سوريا، أنا والأشخاص اللي معي هون كنا معندين إنه ما نرجع على سوريا، وكنا يعني صبرين على كل شيء كلام كان عم يحكوا الشباب والجندرما واللي كان هون والتدفيش والعنف اللي كانوا عم يستخدموا معنا إنه يرجعونا، إنه روحوا على بلادكم ما بدنا إياكم هون. نحن ما بنقدر نروح على بلادنا نحن لأنه بلادنا فيها حرب وفيها جوع وفيها قهر، وما عندي روح بيت أسكن فيه هنيك يعني أنا أساسا، فأي أساس بدي أرجع على بلدي؟ أنا تقريبا أخواتي كلهم بألمانيا وشو اسمه، فما بدي أروح أنا، ما بدي أرجع على بلدي. أنا صحيح إنه بلدي هي اللي ولدان فيها وبحبها كثير لبلدي، بس بلدي ماني قادر أعيش فيها، شلون بدي أضل ببلدي مثلا؟ إيه سمعت سؤالك أخي، أنا عم أقول لك إنه نحن ما بدنا نضل هون، نحن ما بدنا نضل عايشين بسجن، نحن بدنا ناخذ اقل شيء يعني ابسط 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 امر عنا انه نطلع برات هالمخيم هذا، نطلع برات هالسجن هذا، نقدر نشتغل، نقدر نعيش عائلتنا عيشه كريمه شوي، اقل شيء اضعف الايمان. في عائلات هون معها اولاد ومعها نسوان، ما انا قادر اتصرف اي شيء، لا ما في عيشه، ما في عيشة. نحن هون قاعدين بكرافاني عباره عن 3-4 أمتار بمترين بفطور، بيجيبوا لنا الوجبات وفطور وغدا وعشاء وفقط فقط فقط، لا في حليب للأطفال، لا في فوط، ما في شيء ألبسه. حتى نحن أنا وصاحبي قاعدين كرفاني عنا بدل واحد، كل واحد بدل بيشلحه بيغسله وبيرجع بيلبسه. الأشخاص كمان اللي عايشين هدوك كمان نفس الشيء، متجوزين، نحن هربنا بالبحر، ما معنا أي شيء، ما معنا أي شيء يذكر، لا ألبسه لا طعام لا مصاري ولا أي شيء. نحن من ناشد السلطات التركية وكل المنظمات الإغاثية إنه تنقذنا من هون، يا أما تساعدنا نوصل لحل إنه نحن ما بدنا نبقى هون. شكرا لك يا محدين، شكرا لك يعني الحمد لله. اذا إيه؟ نحن
نحن بس كلمة أخي إذا في مجال، نحن إذا نقدر تساعدونا إنه نوصل إنه ما نخليش ناخذ كملة كوني أو نضل هون عايشين، نقدر نشتغل بهالمنطقة هون. نحن شعب بيفهم وشعب بيشتغل وشعب بحب الإنسان بحب الإنسانية، ونحن هون على الأراضي التركية بنشكرهم كلهم، بنشكر كل الشعب التركي إنه قاعدين عندهم هون.